السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ زهرة. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا واحد البلاطو ديال الحلويات مختلفة في الشكل وكذلك المذاق، لأن غنغيروا فيها بعض الشيء، ولكن كلها من نفس العجين، والعجين جد اقتصادي سهل وفيه مكون سري غادي تعرفوه معايا في الفيديو إن شاء الله. تعطي كمية كبيرة والمنظر رائع والمذاق ألذ. المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الحلوى او لهاد الصابلي، لان ممكن نسميو حلوى ودواز اتاي صابلي ماشي مشكل. غادي نحتاجو هنا 250 غرام ديال الزبده. انا استعملت الزبده ديال الحيوانيه ماشي المارغارين. ممكن تستعملوا المارغارين، لكن النتيجه اكيد ما غاديش تكون في حال. وعندي نص كاس ديال الزيت، عندي سكر كلاسي غادي نوريكم الكميه بالمعالق، وعندي هنايا كذلك شويه ديال الكاوكاو اللي هو الفول السوداني محمر ومطحون حتى ولا على هذا الشكل هذا، باش ما يكونوش عندنا دوك الكويرات صغار ولا قطع صغيره اللي تخسر لنا العجين من بعد. والطحين هنا عندي 700 غرام، من بعد غنشوفوا شحال غادي تاخذ لنا، الا غنزيدوا ولا غنقصوا. والمكون العجيب اللي هو اللبن، اللبن اللي هو الحليب كنروبوه ومن بعد كنمخضوه، يعني كنخلطوه وكنحيدو منو الزبده، وكيبقى هاد المكون هذا اللي كيكون ثقيل شي شويه. المنكهات ديال الحلوى غنحتاجو بعض الاشياء من بعد ونشوفوها وحنا كنخدمو. اول حاجه ناخذ الصفايه اولا غربال باش غادي ندوز هاد السكر كلاصي، لان تيتحبب كيف ما كنعرفو كيبقى غير شويه كيتحبب. ها معلقه كبيره، ها هي كيف ما كتشوفو، وحده جوج ثلاثة أربعة، أربعة المعالق كبار عامرين حتى للفوق. غادي نغربلهم غير باش ما يبقاوليش في العجين. ممكن تزيدوا حتى خمسة المعالق بالنسبة للناس اللي كتبغي السكر، أنا هذا الشيء بركة عليا. أول حاجة غنزيدو عاوتاني الزبدة، والزبدة تكون بحرارة المطبخ. ما تستعملوش السنيدة، هنا غادي يجيوني اسئله في القناه. استعملوا السنيده لانها غتجيكم العجينه حرشه وما تساعدكمش في العمل. غادي ندير معلقه كبيره بهذا الشكل ديال الكاوكاو، وغادي نزيد واحد النص بحال هكا. نسموها حتى بحاجه الاساسيه، يعني العجين الاساسي نسموه حتى بشي حاجه حتى نقسموه، وكل حاجه غنزيدو فيها اللي بغينا. ودابا غادي نزيد الزيت، غنزيدو بيضه كامله على هذا الخليط، ومن بعد غادي نزيد اللبن. ما متوفرش عندكم اللبن ممكن ديروا رايبي، كذلك تعمروا كاس ديال العنبه. ما متوفرش عندكم رايبي اللي هو غيعطيكم واحد النكهه ديال رايبي اكيد، وما متوفرش عندكم رايبي غديروا الياغورت مسوس، يعني ما فيهش السكر وما فيهش النكهه من الاحسن. صافي دابا الخليط ديالي ها هو وجد، وغنبدا نزيد الدقيق. والدقيق ديما زيدوه بشويه بشويه لحقاش ما كتحسوا بها حتى كتلقاوها نشفات وشربات داك الخليط كل داك السائل كله، او تتخسر لكم العجين. اللهم قللوا الطحين غير بشويه بلا ما تعجنوها، غير جمعوها وخلاص. غادي نديروا شويه ديال الخميره، يعني راس معلقه صغيره ديال الخميره هانتوما. صافي غير هاد شويه فقط، يعني نص معلقه صغيره ديال القهوه ديال الخميره هانتوما كتشوفوا عجينه يعني خفيفه. غادي نجمعها نخليها 10 دقائق بس تزيد تشرب مزيان السوائل وتعطيني النتيجه النهائيه. ناخذ واحد القمع فحال هذا او فحال هذا، ولا عندنا حتى الماكينه نديروها، لان العجين كيف ما كتشوفوا ها هو باقي رطب ومزيان. وغادي نبدا ندير هاد الطريقه هادي،
اللي كتشوفوا هنايا. وغنجيب شي حاجه بحال هذه وغادي نضغط باش ندير الموضع اللي غندير فيها اما الكونفيتور ولا الناباج ولا اي حاجه بغيت، ولا غندير فيها لي فروي كون بهذا الشكل هذا. المهم غنكمل هاد الكميه هذه اللي بغيت هنا، نختار الكميه اللي بغيت. الا كياكلوها عندي في الدار بزاف غنديرها، ما كياكلوهاش عندي في الدار بزاف غندير حاجه اخرى. وحنا غاديين هي هذه الشكل الاول. فكملنا الجزء الاول اللي وريتكم قبيل، وهذا قسمته على جوج. علاش؟ لان غادي نسمو، فجزء غادي ندير فيه شويه ديال هاد الفيرميسيل ديال الشوكولات، يعني الحبوب الشوكولات الطويله من اللي يكون سوداء، جوج معالق كبار ولا هكذاك صافي. وغادي نجمعوهم دغيا. اللي كيكون عندنا العجين الاساسي ديال اي حلوه فممكن ديروا به بزاف الحاجات. باش يجيوني الكرات كلهم قد، يعني هنا ما تجينيش وحده طويله وحده قصيره، غنستعمل هذا القالب هذا اللي كيف كتشوفوا عنده هاد الفراغ من هنايا باش يمكننا نملؤوه باي حاجه بغينا، كونفيتور شوكولات اللي بغينا. وغادي نبدا ندير كرات تقريبا فيهم 20 غرام، وغادي نضغط عليهم تيشدوا المكان ديالهم، يعمروا يعني هاد الفراغ هذا اللي ضاير، هاد المكان هذا اللي ضاير يعمر. الا ما ضغطناش ما غاديش يعمر. يمكن لكم تستعملوا قالب اخر الا بغيتوا، ماشي ضروري هذا. يمكن لكم تستعملوا هاد القالب هذا حتى هو اللي فيه الفراغ كيجي زوين، ويمكن لكم تستعملوا هاد القالب اللي ما فيهش الفراغ وتزينوه. المهم انه ما يكونش عالي بزاف، يعني ما تعمروهش بزاف باش تجينا الحلوه صغيره، لان بزاف الناس ما تتعجبهمش الحلوه تكون الحجم ديالها كبير، منهم انا. صافي غنكمل هاد القالب كله ونعاودو نرجعو نتلاقاو نشوفو الشكل الثالث. اسمحوا لي الفران شاعل، داكشي علاش غتسمعوا هاد الصداع. هذا الجزء الثالث كيف ما كتشوفوا، ها هو باقي طري وكلشي. زدت لي 700 غرام ديال الطحين، ما زدت عليها حتى حاجه، غنزيد عليها شويه ديال القرفه. علاش؟ باش تجيني نسمه ديال الغريبه. نقدروا تزيدوا فيها شويه ديال الجنجلان حبوب، ولا تقدروا تزيدوا فيها شويه ديال اللوز مهرمش، ولا اي حاجه نتوما بغيتوها باش تعطيكم تقريبا الشكل ديال الغريبه. شتي بهاد العجين ممكن ديروا 10 د الاشكال الا خدمتوا شويه المخيله ديالكم. غناخذ غتجي فيها تقريبا 20 غرام في الوحده صافي. وغادي نضغط عليها بهاد هاد الطابع هذا، راه معروف موجود. لقيناها كتلصق شويه غنديروا الطحين، نخشيو هذا في الطحين عاد نقادو. شوف هكذا كتجي، وممكن نديروا لها سكر كلاصي، ممكن نزينوها بالكونفيتور بالشوكولات باش ما بغينا. انا غنكملهم وغادي نرجعوا نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه التزيين النهائيه. المهم في هذه الحلوه هو طريقه الطهي ديالها في الفران. كيفاش غنطيبوها؟ الا عندنا الفران ديال الغاز او الكهرباء العادي، فاحنا غنطيبوها بطريقه عاديه، يعني غنشعلوا الفران من الاسفل وغنحطوا الطبقه الاولى غنديروا فيها هذه لاطا يعني، وغادي نديرو درجة الحرارة يكون الفران سخون من الاول، يعني نسخنوه على 170 درجة. من ندخلو اللاطا غادي نقصو الحرارة تقريبا، غادي نديروها واحد 160، وغنراقبو مرة مرة نجيو نقلبو اللاطا من هنا لهنا. هاد الجهة تولي لداخل وهاد الجهة تولي برا، وحنا غاديين حتى طيب. بالنسبة ولا لقيناها بدات كتحمر بزاف وكان عندنا الفران مجهد بزاف، فحنا كنزيدو نقصو. يعني الطريقة الطهي كتبقى كل واحد على حسب الفرن اللي عنده. ميمكنليش انا نقول لك شنو ديري، انتي غتبقاي مراقبة الحلوة ديالك وغتشوفيها. الا بدات كتحمر كتر، يعني شفتي الوقت باقي بكري وهي تحمرات، فغتنقصي النار. تعرفيها راه غتبقى لك عجينة من الداخل ما غاديش طيب، ولا غادي تاخد اللون محمر بزاف وغتحرق ولا شي حاجة بحال هكا. المهم بالنسبه للناس اللي عندها الفران ديال الكهرباء اللي بالمروحه، فاللي عندهم في حالي انا كنشعل التحت والفوق وكنشغل المروحه، كيكون الفرن مسخن على درجه حراره 170، وكذلك كنزلها غير كندخل لاطا كنزلها 160، وكنبقى مراقبه مره مره كنقلب اللاطا، يعني البلاصه اللي لداخل كنردها برا والبلاصه اللي برا كنردها لداخل. هذه هي الطريقه ديال الطهي ديال الحلوه بصفه عامه. نتمنى انكم ديروا تنفذوا الطريقه يعني بحذافيرها ديال الحلوه، ما تزيدوا ما تنقصوا، كذلك طريقه الطهي. نتلاقاو من بعد باش نشوفوا كيفاش غادي نزينوها التزيين النهائي.
النتيجة هي كتشوفوها قدامكم بعد ما طابوا، فأنا كنحاول الطياب ديالهم يكون متساوي، يعني ما تكونش هاد الجهة اللي برا محمرة وهاد الجهة لا، يكونوا طايبين مزيان. علاش؟ باش كتعطينا النتيجة زوينة في المذاق. وهذا الجزء الثاني اللي درت، هدية الغريبة هانتوما تتشوفوا كتجي محمرة، كطيب على المهل يعني 160 درجة، ماشي بزاف. من الأول كنبداو ب170 ومن بعد كنقصوها ل160. وهذه اللي درت في القوالب، وبقات لي منها ودرتها في قوالب دائريه، دوك اللي كنت وريتكم في الاول. غنوريكم دابا التزيين. باش غادي نزينو الوسط ديال هنا، فغادي ندير الشوكولاط الاسود. باش ينجح لنا الشوكولاط منين ندوبوه، اي نوع الشوكولاط غادي نستعملو، فغادي نقطعوه رقيق بزاف. علاش؟ باش يذوب دغيا وما يتحرقش بسرعه قبل ما يذوب. يعني ملي تيكون هكا قطع صغيره، فدغيا دغيا كيذوب، كنبقاو نحركوه حتى كيذوب في الحمام مائي. وكذلك عندي الشوكولاط ابيض، حتى هو اي نوع عندكم ممكن تستعملوه. الطريقه ديال التذويب ديالو هي اللي كتخليه يكون تكون ناجح ولا لا، ولا يتحرق لنا. غنوريكم من بعد كيفاش غادي نذوب. هذا هو الحمام المائي، كنديروا الماء يغلي هنا وكنديروا فوق منه هاد الاناء اللي فيه الشوكولاط، وكنردوه فوق النار غير تيبدا يذوب، كنطفيو وكنبداو نذوبوه غير على السخونيه ديال الماء فقط، ولكن ما نهداوش من التحراك. هو هذا هانتوما شوفوا دابا بدا كيذوب، وانا نزولو فوق النار صافي، كنخليه يذوب غير على السخونيه ديال الماء. ها هو داب بكل سرعه، ما فيه حتى تكتلات. وغنديرو في جيب حلواني صغير ولا بلاستيك، وغادي نزين به. ممكن تعمروهم بالكراميل، حاولوا نقادوهم هكذا، ما حد الشوكولاته سخون. النتيجة كتجي زوينة نتوما. وهنا درت شوية ديال المربى اللي هو هذا، هذا اللي كيكون خفيف، يعني ماشي اللي فيه القطع. درت معلقة ديال الكونفيتور، درت معاها معلقة ديال الجلوكوز هذا، ودرت معاها ملون أحمر. ممكن ديرو الملون باللون اللي بغيتو. دوبتهم شوية في واحد الكاسرونة حتى سخنوا ودابوا، حركتهم بعد منين داف ولاو دافين، درتهم في هاد الجيب هذا، ولا غير في بلاستيكه. وغادي نقطعو دابا وغنعمر هاد المكان. علاش كنديروا الجلوكوز؟ باش ما يبقاش خفيف هذاك الكونفيتور، يبقى يسيح لنا، يعني يشد راسو. بعد منين برد كيشد راسو، كيبقى قابض في بلاصتو. الا درتيو الكونفيتور لا، كيبقى يسيح. ملي كنخبعو الحلوه من بعد كنبغيو نجبدوها كنلقاوه ساح. هو غتبقى لنا غير الغريبه، غادي نديروا لها سكر كلاصي من الفوق، ونتلاقاو في التقديم النهائي. الشكل النهائي للتقديم هو هذا، فكيف كتشوفوا عطاونا اشكال. المهم كيف ما قلت لكم قبيل، ممكن ديروا منهم حتى 10 الاشكال، المهم ان العجين تنجحوها من الاول، طبقوا الطريقه اللي قلت لكم وغادي تجيكم رائعه. كتشوفوا فهي كتجي فتيه، يمكننا نفتوها غير بالاصابع ديالنا. وكتجي طايبه مزيان من الداخل، معجنه ما والو، ولكن نحترموا الطريقه اللي وريتكم باش طيبوها.